خبر فئاتنا بصفحات مبدع عودة بلا سوريا. هي غزل عم تقولكم مرحبا أبو حميد. مرحبا. مرحبا. ومفاجأة. مرحبا. كيفكم؟ ماما فاطمة كيفك؟ هلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. يعني هن عرفوا انك انت رجعتي ويا لطيف الدنيا قامت ما قعدت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مثل ما لكم شايفين رفقاتنا بصفحة دوبلاش سوريا ملاحظين انه ماما فاطمة قاعدة هلا عمل عم تشتغله وعم تكمل عمل عفوا. ايه. وكثير نحن مبسوطين وفرحانين انه هي معنا. الله يرضى عليكي. اسمحي لنا ناخذ شوي قبل ما يلا. ايه. يلا. قولوا يا رب. غزل. غزولي حبيبتي. مبينة. لحظة ماما. يلا يا حبيبتي. هون جاي الوحدة. جاي هن عم خايفين وبقرين. إنها حلقة لذيذة ومحيطة جدا. شكرا كثير لكم ورفقاتنا. شفتوا العمل عم اشتغله الرائع الرائع ام الكل مدام فاطمه. الله يرضى عليك. عن جد شكرا كثير لك وكثير انبسطنا انك انت رجعتي بيناتنا. تسلم لي اشتقت لكم. تسلم لي يا هلا غزال. قديش فرحانه انه ماما فاطمه رجعت؟ لانه هي الام ام لموكلي. حبيب حبيبة قلبي شو معلم فيك تقول لنا شعورك وانت يعني فرحة ما بتوصف يعني شو بدي اقول لك غيبة وردة الروح. حبيب قلبي تسلموا لي الله يرضى عليك. ما بدنا نتعبك كثير. كلمة صغيرة للي عم بيتابعوكي. ان شاء الله الحمد لله رح يتموا يتابعوني على طول. الله يعطينا العمر ويتابعونا وشفناكم بخير وعافية ونشوفكم بخير وعافية على طول والله يعطيكم العافية واشتقت لكم كثير كثير وشكرا لكم. شكرا كثير لك ماما. خلينا اياك يا رب وتضلي بيناتنا على طول. الله يرضى عليك. تسلم. شكرا غزال. شكرا لك. شكرا لكم. يلا باي.